أنا عندي سؤال مهم. اتفضل يا حبيبي. هو السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للأوامر الفردية من الإسلام، يعني ربنا أمر فرد فرد بأوامر معينة، طيب هل صياغة هذه الأوامر الفردية وجعلها أوامر مجتمعية، زي مثلا النقاط اللي في بعض الدول بتفرض النقاط أو لبس معين، أو تفرض على الناس غلق المحلات أثناء الصلاة، وهذا أمر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الشريعة أم لا؟ ايه الأوامر الفردية؟ عفوا، انت تقسم تقسيمات قد توافق على بعضها وقد لا توافق على البعض، وقد توافق على التنزيل وقد تخالف في التنزيل. اعني قد توافق على تنزيل القاعدة قد تخالف فيها. انت الآن ربنا أمرنا بالصلاة، أليس كذلك؟ فرض على كل مسلم أن يصلي. أنت فهمت مسألة إذا سألتمونا متاعا فاسألهن من وراء حجاب على الخصوصية، لكن غيرك ممكن يقول غير نساء النبي أيضا داخلات في الموضوع، لأن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فتنزيلك فيه نظر، والتقعيدات العامة دايما تشوبها صور من الخلل. فاذكر سؤالك باختصار وادخل في الموضوع باختصار. هل وضع قوانين عامة، هل هذا وضع قوانين عامة على حسب المصالح والمفاسد، على حسب المصالح والمفاسد. هب ما ان أحد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل أحد لم يفعله النبي صلى من الله اللي عليه قال لك وسلم؟ لم يفعل النبي وضع قوانين عامة؟ كل سيرته عامة، كل سيرته قواعد عامة، إلا ما استثني. من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك إن النبي لم يضع قوانين عامة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع لا، قانون في مثلا، قال الأصل أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للعموم. قال تعالى أو قال، اصبر علي يا أخي، اصبر علي، لا تقل دون لأنذركم به ومن بلغ. والنبي قال أيضا في حديث آخر من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بصفة عامة. من قتل قتيلا فله سلبه، بصفة عامة في ذاك الزمان. نعم، قد يأتي أمير يقول لا، من قتل قتيلا فله سلبه. الآن في بعض الاعتبارات أن السلب مثلا قد يكون باخرة، واحد قتل عدد من الناس وغنم منهم باخرة، فقد تكون هناك بعض الاستثناءات. أما كلام الرسول في الأصل أنه عام. أنت تناقش يعني أن ليس للإمام أن يسن قانونا عاما؟ يجوز له ما لم يخالف الكتاب والسنة.